مساء الخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم مجتمعنا المصري. طبعا انتوا تعودتوا كل حلقة بفتح أغرب القضايا وأجرأها، وتعودتوا مني كمان إن أنا بفتح بعض ملفات الفساد. زي ما بنسلط الضوء على بعض السلبيات، كمان هنسلط الضوء على الإيجابيات. في كل دولة فيها حاجة حلوة، والنهاردة هاخدكم وطير بيكم ونروح دولة العراق. هناخد منها خبير النباتات الاستوائية في الوطن العربي، إنسان جميل قدر يعمل لنا طفرة جديدة في زراعة النباتات الاستوائية اللي احنا كلنا بنبقى مستغربينها لما بنشوفها في اليابان وفي كوريا وفي شرق آسيا. النهاردة معانا ومعاكم ضيفنا الجميل العزيز اللي شرفني قبل كده في برنامج مجتمعنا المصري، وشرفني تاني النهاردة في برنامج مجتمعنا المصري على قناة الصحة والجمال. برحب بضيفي الجميل دكتور محمد الشمري. أهلا وسهلا بك يا دكتور، مشرفني ومنورني زي كل مرة. الشرف ربي يسلمك ويحفظك، شكرا جزيلا على الله يخليك ويحفظ دولة العراق دايما يا رب. ربي يخليك ويحفظ جميع الوطن العربي إن شاء الله. اللهم أمين. آمين يا رب. دكتور محمد، حضرتك كنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على النباتات الاستوائية. نعم. تمام. طبعا حضرتك أنا وصلني إن في ثلاث أنواع من بعض النباتات، أنواعهم البيبينو والبابايا والدراجون. صح. استأذن وحدة الكنترول بس تعرض لنا الصور علشان نقدر نتكلم فيهم باستفاضة مع المشاهدين. عقبال ما يحضروا الصور، عايزين نعرف ازاي يا دكتور بتقدر تجيب الشتلات دي، وبتجيبها منين، وبتزرعها هنا على ارض رمليه ولا ارض زراعيه طينيه عاديه؟ الشتلات طبعا النباتات الاستوائيه هي اعداد كبيره ومهوله، فاحنا اختارينا ثلاثة اصناف لسرعه انتاجهم. هي الصور هي تعرضت، انا اسفه طبعا لمقاطعتك، بس عايزين نعرف كده ده نوع ايه؟ البيبينو او البيبينو. شمام الاجاص. نعم. تمام. طب وده البابايا القزمي اللي هي ما موجوده، في موجود بابايا هنا في مصر بس مش القزمي، ده النوع القزمي نادر يعني ما موجود في مصر. تمام. نعم. طب يبقى موجود فين يا دكتور؟ يعني تايلاند، بسوريا موجود، بالبحرين، بصلالة، بعمان، بالأحساء بالسعودية، بس مو الكميات اللي هي على شكل مزارع كبيرة، لا شوي شوي. طب في الصورة اللي معروضة أمام حضراتكم، يعني دي نوع من أنواع إيه؟ دي دراجون. شتلة الدراجون أو فاكهة التنين. تمام. طب دي فايدتها ايه بقى؟ انا عايزين نعرف كده كل نوع من انواع الفاكهه اللي تعرضت على الشاشه. قبل ما نعطي الفائده الطبيه والغذائيه، خلينا احنا ليش اختارينا هالثلاث اصناف من كل اصناف النباتات الاستوائيه؟ ذني الاصناف، النمو الخضري سريع جدا، الاثمار سريع جدا، يعني فاكهه البيبينو او شمام الاجاص ممكن 6 اشهر تثمر وتظل تثمر على طول السنه. تمام. الكثافه بالزراعه، زراعه مكثفه، يعني الفدان ياخذ 8400 شتله، هي شجيره مو شجره كبيره. يعني طولها قد ايه تقريبا؟ يعني ممكن متر. متر متر، ما بتزيدش اكتر من كده؟ لا، يعني هي بتجيبها شتله صغيره ولما بتنمو على وتضل مثمره على طول السنه. الشجره الواحده، الشجيره الواحده ممكن تعطي انتاج 20 كيلو بالسنه. 20 كيلو. طب شوف الزراعه المكثفه بالفدان 8400 على 20 كيلو، جدوى اقتصاديه جدا جيده. البابايا القزمي بتسعة اشهر تعطي، وتعطي حتى 100 كيلو بالسنه. الشجره الواحده وتظل مستمره بالانتاج، يعني مو موسم قطاف ويخلص مثل الاشجار اللي موجوده هنا، لا تظل تثمر على طول السنه. الدراغون سنه، العقل المجدره بسنه تطرح انتاج. فدني الثلاث اصناف ركزنا عليهن، يعني الفلاح او المزارع يجيب شجره ينتظرها 3 سنين 4 سنين يلا تعطي ثمار، يضل يصرف عليها، جدوتها الاقتصاديه راح تتاخر، المردود الاثمار اللي راح يتاخر. دني الاصناف الثلاثه بوقت قصير حتعطي ثمار، ويقدر انه من خلال الثمار يقدر يكمل ويوسع بارضه يعني. تمام. عفوا. طب انا عايزه اعرف فايده كل
ثمرة من الثمرات دي بالنسبة للإنسان، يعني أنا لو هشتري البابينو أو البابايا أو الدراجون، كل واحدة فيهم إزاي تقدر تفيدني أنا؟ كفائدة غذائية هو طعم ورائحة وكوكتيل عصير طيب للثلاث أصناف، منهن اللي مضادة للأكسدة مثل البابايا مضادة للأكسدة، السموم اللي بالجسم، البيبينو عصير وكمان مضاد للأكسدة، الدراغون على الكوليسترول اللي بالدم، غير الفوائد التجميلية، يعني هاي فوائد طبية، اكو فوائد تجميلية، مثلا البابايا يستعملون القشور لشد البشرة. يعني انا مثلا بالنسبه لي كسيدات بقى، يعني اي لو نعم، هنتكلم على السيدات، يعني ممكن استعمل الثمره دي في شد قشورها تتعمل في ماسكات، التجميل يعني. ماسكات وشد للبشرة، وأوراقها ممكن للقشرة الشعر أو تساقط الشعر يعملون من زيوت زيت البابايا ضد تساقط الشعر، ففوائدها الغذائية والتجميلية كثير، غير الفوائد الاقتصادية. يعني احنا هسه إذا نجي على سعر الكيلو الدراغون عالميا بـ10 يورو تمام. الكيلو بالبورصة العالمية للسوق، يعني من 6 إلى 10 يورو، هذا اللي ينتج لك هالإنتاج هذا، وإنتاج ضخم للفدان، فجدوته الاقتصادية فوق العالم. يعني احنا لو بدأنا ان احنا نزرع هنا في مصر، وحضرتك طبعا بدأت بده نعم، من خلال زراعة بعض الشتلات، مش في النباتات دي بس، مش في الـ3 نباتات دول، لا لا لا، حضرتك وسعت الموضوع. عندنا انا رحت استوائي وشفت المشتل باين. لونجان وشيكو بالظبط. فكنت عايزة اعرف هل ده ممكن يزود من اقتصاد الدولة من خلال زراعة بعض الشتلات النباتات الاستوائية؟ أكيد أكيد، لأن هالثمار وبهالحجم هذا وتصدرها، يعني سواء تسويق محلي أو تصدير، طيب أكيد يعود على البلد بعائد جيد جدا، تمام. لأن أسعارها العالمية عالية، مو مثلا العنب والتين، والأسعار العالمية أسعارها أعلى. هاي أسعارها أعلى عالميا لندرتها لقلتها، يعني ما موجودة بكل البلدان، يعني هسه شوي شوي جاي، يعني بالوطن العربي ما موجودة، يعني طب هي إلا موجودة بكميات فين قليلة. بالظبط؟ يعني بإيه هي الدول اللي موجودة؟ موطنها الأساسي تايلاند وشرق آسيا، تمام الموطن الأساسي للنباتات الاستوائية، تمام فتجي من دول شرق آسيا نكثرها، اللي عقل عقل واللي بذور بذور واللي تحتاج تطعيم، حتى نقدر أن نغطي صح الناس لحد هسه ما تعرف هاي الأصناف، ما تعرف وضعها شنو، حتى طعمها ما يعرفوا ولا ماكليها بس احنا شوي شوي نريد نطرحها بالسوق، حتى بأسعار نكون أسعار زهيدة أي واحد يقدر يشتريها، ما راح نطرحها مثل البورصة العالمية الأسعار عالية. طيب كنت عايز أسأل على الطقس الملائم لكل ثمرة، يعني هل الطقس اللي الثمرة لازم تتزرع فيه مثلا في الصيف، في الشتاء، في الخريف، في الربيع؟ الطقس اللي بمصر جدا جدا ملائم للنباتات الاستوائية، بس عندنا الصقيع ضد نبات البابايا، البابايا يتأذى بالصقيع، البيبينو والدراغون لا يتحمل حتى تحت الصفر يتحمل، تمام. بس البابايا الشمس الحارقة يعني لازم احنا نخلي له سيران ظل تمام بالنسبة للشتلات، البيبينو والدراغون لا، ما يحتاج لا ظل ولا يعني تحت الصفر يتحملها طبيعي، بس البابايا شوي حساس. طيب بالنسبة بقى للأمراض، يعني لو هنتكلم عن الأمراض اللي بتصيب بعض النباتات، طبعا كل نبتة أو كل شتلة لا قدر الله بيحصل إن بتصيب بأي مرض، فأنا عايزة أعرف إيه الأمراض اللي ممكن تصيب الـ3 أنواع دول؟ يعني الدراغون سوري البيبينو الفطريات والعناكب والمن، فلهذا احنا ننصح اللي يريد يسوي يعمل مزرعه، يعني ما يخلي الشتلات الداخل، يعني يخليها مزرعه مستقله، حتى من يريد تنصاب في مرض المن او العناكب يكافحها لحالها. تمام. الدراغون والبابا ما بي امراض، يعني ليش الامراض، بس الفطريات ممكن ان مبيد فطري وخلاص، الاسمده ام بي كي وهيومك
طب هل النباتات دي بتحتاج لبعض السمات الطبيعية ولا بتحتاج بعض سمات تانية؟ سمات ايه؟ سماد اللي هو الأسمدة. اه الأسمدة ايه؟ الأسمدة، سماد. الأسمدة ان بي كي وهيومك، يعني العناصر الصغرى او الكبرى للاسمده تحتاج، كل نبات يحتاج، كل النبات يحتاج. انا فكرت عشان دول جايين بقى من شرق اسيا. يعني لا طيب كل نفس الشيء. عايزين نتكلم على طريقه التكاثر بتاعه كل نبته، ازاي بتقدر تخلي الشتله الصغيره دي بتتكاثر بشكل توسعي وكبير. البابايا بالبذور، تكاثرها بالبذور، بالبذور. اي بالبذور تمام. فقط بذور. البيبينو والدراغون عقل، عقل ونجذر العقلة في جو معين، وبعدها ننقلها إلى أصاري أو ننقلها للأرض المستدامة. طريقة تكاثر كذا، تتكاثر الدراغون يتكاثر بالبذور، بس يتأخر في الإثمار، يتأخر في النمو والإثمار. يعني العقلة تثمر في سنة، لو أنا أخذت عقلة وجذرتها وأعطيتها الأسمدة الملائمة لها والجو الملائم لها بسنة تثمر. أما لو بذرة يعني لا، تجلس 3 سنين 4 سنين يلا توصل إلى مرحلة الإثمار، وممكن حتى تكون بها طفرة، يعني ما تعطي نفس الثمر. علشان المدة طولت ولا علشان خاطر لا، هو بالبذور تصير بها طفرات، بس العقلة لا، العقلة تعطيك نفس الناتج للأم. يعني الثمرة اللي أنا واخذها، طبعا العقلة لازم تكون من شجرة مثمرة. تمام. يعني أنا مو عندي عقلة مثلا وعدى عليها شهرين ثلاثة خرجت عقلة آخذها، لا، هم تتأخر عندي، بس من آخذها من العقلة من شجرة مثمرة لا، بسنة تعطيني. تمام. طيب أنا كنت سألتك سؤال في بداية الحلقة، كنت بقول لك هل الأرض اللي بتتزرع فيها النباتات تمام لازم تكون أرض رملية ولا أرض زراعية؟ اثنين شغال، الاثنين يعني ما مش مهم تكون سنيه او إيه، بس تكون سهله تصريف المياه بس كده. والميه لازم تكون مالحه ولا عذبه؟ لا، يعني اقصى حد الف في المليون، يعني ما يتعداها، لان هو يتحمل، مثلا دراجون يتحمل اكثر، بس راح تاثر على الاثمار، هتقلل الاثمار، تقلل من نمو الشتله، الملوحه تؤدي الشتله. تمام. طب عايزين نعرف من حضرتك يا دكتور ازاي بتقدر تسوق للمنتجات دي، يعني بتسوق لها ازاي، بتقدر تجيب يعني زي ما بنقول كده بالمصري فلوس، بتقدر تحصل على فلوس ازاي من خلال ال اما تصديري النباتات. تصديري ومطلوب عالميا بدول اوروبا بامريكا حتى بالوطن العربي، كل الاسواق الراقيه مطلوبه هاي الثمار وباسعار عاليه جدا. أنا حساباتي مو على التصدير، حساباتي على السوق المحلية. أنا لما أنزل فاكهة البيبينو أو فاكهة البابايا بسعر العنب والتين والمانجا، أنا أكسب فيها كثير. تمام. أكسب فيها كثير من جانب الزراعة المكثفة اللي عندي. يعني أنا بدل ما أزرع مانجا مثلا 600 شجرة أو 700 شجرة، لا، أنا زارع 8000 شجرة، يعني العائد اللي يجيني بكمية كبيرة. طب عايزين نتكلم بالنسبة للشتلات دي، لو كل مثلا لو هنتكلم على البيبينو تمام، كام فدان مثلا تحتاج عشان أزرع البيبينو ده فيقدر يجيب لي تريد يكون أفضل؟ والله حتى لو تزرع فدان واحد 8000 شجره على 20 كيلو، يعني خير يا الله، يا ريت. هي مردود جدا جيد، ربنا يوسعها يا رب. يا رب امين. طيب عايزين نعرف كمان التايم او المده اللي بتقدر تثمر فيها النباتات الاستوائيه. البيبينو قلت لك 6 اشهر من بدايه تجذير العقله الى طرح الثمار، 6 اشهر. تمام. البابايا القزمي من البذرة إلى الإثمار 9 أشهر. طيب والدراغون؟ الدراغون سنة. سنة. سنة بس السنة الأولى الشجرة تعطيني 1 كيلو. السنة الثانية لا، تعطيني 5 كيلو، الثالثة إلى أن توصل إلى 25 كيلو للشجرة الواحدة. تمام. طب وعايزين برضو يا دكتور نتكلم مع السادة المشاهدين نقول لهم ازاي بنقدر نعمل إمكانية الإثمار، يعني عايزين نعرف ازاي بنقدر نثمر النباتات دي، ازاي احنا هل بيبقى مثلا محتاج معدات معينة زي المعدات اللي بنشوفها مثلا في بعض الأراضي الزراعية؟
فقط شبكة التنقيط والبابايا سيروم، والباقي لا طبيعي. طبيعي. طبيعي زي زراعة أي شتلات. طيب بالنسبة للأصاري اللي أنا شفتها في الصور، الدراجون معلش هستأذنكم برضو، هاتولي الصور تاني عشان عايزة يعني أسأل الدكتور محمد في حاجة. احنا شفنا في بعض الصور ان في اصاري موجوده، نعم. هل لازم يكون في بعض الاصاري لا بتاعت مش الزر؟ ضروري اصاري، الضروري اه جدا يعني مثلا هنا انا شايفه ان في خشب تقريبا، او لا هاي البابايا، لا هاي هي شجرتها، هي هي الاصاري دي مثلا. الدراجون لازم ينمو على عمود خرساني او عمود من الخشب او عمود من الحديد، ويعملوا له حلقه اخر العمود، وتتربط النبات عليه، يعني عمود وحواليه 3 شتلات يتربطوا عليه ويخرجوا من الدولاب اللي فوق ويسيحوا. طيب احنا معانا مداخله تليفونيه، استاذ حامد. الو. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا بحب حبيبتي اهنيكي على حلقتك الجميله دي وعلى ضيفك. ميرسي. شكرا. الو. الو. يظهر ان الاتصالات قطع. طيب نكمل يا دكتور. اي فتتربط ال3 شتلات على العمود الخرساني او عمود الخشب او الحديد، وتدل من الحلق اللي موجود حتى تعطي الثمار. تمام. التباعد الشتلات كل 4 متر، كل 4 متر عمود خرساني مربوط عليه 3 شتلات. البيبينو مسافه الزراعيه مالته نصف متر. ما ايه؟ نصف متر. نصف متر. نصف متر يعني ما بين الشتله والشتله نصف متر. طب ايه سبب ان انت تحطهم بين نص متر؟ شجيره مش كبيره، تنمو وتتفرع يعني. انت سايب لها مساحه. كفيها. طب وحجم ال يعني مثلا هم هنا جايبين الدراجون، تمام. انا شايفه ان هو لما بيتفتح بيبقى عامل زي البطيخ. تمام صح كده؟ بس طعمه يختلف تماما طبعا. طب يا ترى طعمه بيبقى ايه؟ طعمه خرافه. طعمه جدا. طيب تمام جدا. بالنسبه للبابينو، نعم صح ده البابينو. البابينو. طيب البابينو الحجم بتاعه بيبقى قد ايه، او الوزن بتاعه بيكون قد ايه تقريبا؟ يعني هو احنا بنشبهها زي بيضه البط، البابينو يعني قد كده، يعني صغيره مش كبيره، مش كبيرة. يعني حجم الكنتالوب مثلا. بالضبط. تمام بالضبط. طيب والدراجون الحجم بتاعها قد ايه؟ يعني شايفاها صغيره. لا تقريبا يعني قد المانجا الكبيره. طيب احنا معانا اتصال تليفوني، نقول الو. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مدام نور الهدى حبيبتي، حابه اهنيكي على الحلقه الجميله دي. ميرسي يا حبيبتي. شكرا. الله خير عليكي حبيبه قلبي. ربنا يخليكي. اشكرك. شكرا. الله يخليكي. سلمي على بنتي. شكرا. بتسلم عليك. عليكم السلام ورحمه الله. تمام يا دكتور. طيب احنا قلنا نرجع تاني للدراجون، احنا قلنا الحبايه بتاعتها بتكون قد يعني ايه تقريبا؟ يعني قد المانجا الكيت تقريبا. قد المانجا الكيت تكون كبيره. كبيره. طيب والبابايا؟ لا البابايا كبيره كثير. حجمها قد ايه تقريبا؟ مثل يعني قد البطيخ، بس بتكون هي بالطول، مش مكوره، بتكون في الطول طويله. يعني ممكن كوزن ممكن 1.5 كيلو الى 2 كيلو توصل. ده الوزن بتاعها. 1.5 كيلو الى 2 كيلو، 700 يعني حسب. على حسب. طيب انا كنت سمعت قبل كده برضو يا دكتور ان في بعض النباتات من النباتات دي بتصيب بعفونه. طبعا اذا الري غير منتظم وما في مبيدات فطريه. يعني اكيد الجذور تصاب بعفونه. الجذور لكن مش الثمره نفسها، الجذر بتاعها. لا الثمره ما تنصاب، يعني انت بعد النضوج اكيد راح تنحفظ في حفظ جيد وفي براد، ولو كنت تصدر في براد، يعني مثل اي فاكهه. بس العفونه تصير في جذور النباتات من الري الغير منتظم، من ما في مبيد فطري، فاكيد تصير. طب انا عايزه حضرتك تنصح كده كل حد بيفكر دلوقتي او بيشوفنا في البرنامج، تنصحه ان هو لو فكر ان هو يعمل طفره جديده بالنسبه للنباتات الاستوائيه يعمل ايه؟
والله يعني انصحهم دني الثلاث نباتات، دني سريعه النمو، سريعه الانتاج، سريعه المردود بالجدوى الاقتصاديه. فاي واحد لو عنده فدان خليه يعملها تجربه، ما راح يخسر كثير. يعني وحتى اسعار الشتلات يعني احنا اسعارنا مناسبه، الأسعار قليلة. يعني اقل من 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 السوق العالمي باسعار الشتلات. يعني حتى انا من انطي سعر خليه يروح يسال بتايلاند، يروح يسال باي بلد يلاقينا احنا انسب سعر. فخلي يجرب له فدان دراغون، فدان بابايا، فدان بيبينو، ما راح يكلفه كثير. وخلي يشوف العائد الاقتصادي، وما شاء الله يعني اللي فاهم هنا انه لو فلان عمل مشروع ونجح عنده لا يجي مليون واحد بعده. طب هل في امكانيه دكتور ان احنا نقدر نعمل مثلا بعض الصفقات مع بعض؟ يعني مثلا انا بسمع ان في صفقات موجوده داخل الجيش، لو قدرنا ان احنا نزرع ده بمساعده ان القوات المسلحه هي اللي تساعدنا في امكانيه ان حضرتك تقدر تعمل احنا ده؟ احنا مستعدين مع اي جهه سواء معنويه او فرديه، مزارع، شركات، مؤسسات دوله، احنا جاهزين انه نتعاقد معاهم ونوفر لهم الشتلات بأي كميات؟ بأي كمية والنوعية، وطبعا اتفاق وعقود وكده، يعني كلها تكون ضمن المواصفات اللي متفق عليها توصل الشتلة. وحتى كإشراف بعد تجهيز الشتلات مستعدين أن نوفر مهندسين اختصاص يكونوا المشرفين على لغاية الإثمار. تمام. في بقى سؤال بالنسبة لشتلة الجوجوبا او الجوجوبيا. انتوا بتقولوها الجوجوبيا، هي هنا تقريبا جوجوبا، صح كده؟ صح. طيب انا سمعت ان هي كانت الزيت بتاعها بيستخدم في وقود الطيران. صح صح، مظبوط كده. دي فوائد بالتجميل جدا كبيره، زيت الجوجوبيا عالميا اسعاره مرتفعه، بس ما اعرف ليه يعني، وارض يعني جود هو في مصر والجو جدا ملائم له. في مزارع في مصر بالمناسبه، في مزارع جوجوبيا بس مو بالكثرة، مو بالحجم اللي موجود، يعني يراد توسعة أكثر. تمام. أرض ما شاء الله موجودة، صرف الججوبية للمياه جدا قليل، يعني السنة الأولى توفر لها ماي وسيبها. تمام. تتحمل الملوحة، تتحمل حتى 5000 6000 بالمليون ملوحة المي. تمام. فتقاوم الحرارة الشديدة، تقاوم البرودة الشديدة. تمام. أنا بشكرك جدا دكتور محمد على الحلقة الحلوة دي، نورتنا وشرفتنا. يا رب يحفظك. وأتمنى السادة المشاهدين يكونوا إن شاء الله بإذن الله استمتعوا بالحلقة واستفادوا كتير، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم مجتمعنا المصري. كل سنة وأنتم طيبين، وتصبحوا على ألف مليون خير.